لا حديث يدور هذه الايام بمنطقة ازرو بضواحي مدينة ايت ملول سوى عن اصوات غريبة تصدر بصفة يومية من داخل منزل في طور الانجاز، الامر الذي ادخل الرعب والخوف لنفوس الساكنة المحلية خاصة النساء والاطفال <applause> 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 ايوا كيف ما شفتو يعني الاصوات كنسمعهم يوميا هنايا كنسمعهم في السطح كنسمعهم في التحت فاش كنطلعوا للسطح كيهود داكشي التحت فاش كتهو التحت كيطلع داكشي للسطح والصوت غريب يعني الصوت ما عرفناش منين كاين اللي كاين شفنا شفنا التعاليق كاين اللي كيقول لك لا راه موكا موكا راه الكاميرا شافت كل شيء يعني قلبنا الدار بسنتيمتر والناس يعني شي عشرين واحد وداخل شي خارج شي داخل كما كتسمع الصوت راه كاين ولكن ما المصدر ديالو بالضبط فين ما ما, ما معرفش اربعه ديال الرقاد دابا ولا خمسه جايين يعني كل واحد كيدير كي الرقيه وكيدير كيرش كيف ما كيديروا الرقاد كيودنوا كي كي فهمتي ولكن الحاله كيف ما هي ها اليوم دابا اليوم اليوم كان واحد هنايا رش الدار كامله ورش الاخرى مشى فحالو حاله يلا سدنا الباب وعاود ثاني هذا الشيء كيغوت يعني راه الدار قلبناها يعني عرفتي البال برا بحال كتقلب على البرا يعني المصدر ديال الصوت هذا المشكل كيتغير كي كما قلت لكم يعني ملي كنكونوا دابا حنا في السطح اول اول واحد جا يعني انا ومحمد يعني ملي كنطلعوا للسطح كيغوت في في التحت يعني لدرجه انه بقى واحد في السطح وواحد في في التحت كيغوت كي الثاني في برا داكشي فوق مره كيجينا كي من الفوق مره من هنا يعني ما عرفناش المصدر ديال الصوت بالضبط هذا هو الاشكال فين كاين والمهم المهم بزاف الهضره تقال شحال من واحد كيقول كي كاين اللي ربط داكشي يعني بالكنوز كاين اللي ربط داكشي يعني ب... عنده علاقه يعني بالزوريين ب... كل, كل واحد اش كيقول كل واحد والهضره ديالو كل واحد الله اعلم حنا ما عرفناش يعني المصدر ديال الصوت ويوم هكا وبالنسبة للجيران كاينين بعض الجيران مساكن لدرجة أنهم هزوا وليداتهم داوهم عند أخرين يعني خلاوهم كاع عند عائلتهم يعني المشكلة على الدراري الصغار فهمتي هما كاع الناس الكبار وهذا والعيالات هما وكذلك 12 يوم وأنا كنسمع هذا الصوت ما عرفوش واش جنون ولا شي طيور ولا الله يعلم والناس ديال هاد الدرب راه مخلوعين والدراري ديالهم خايفين وما عرفوا المهم ما عرفنا احنا اش هاد الشيء ما عرفناش كاين في خايفين خايفين بزاف ومخلوعين راه قلت لك راه ولادهم راه خايفين ما ما كيتحركوش من, من الكوزينه للطواليت من البيت ديال النعاس ديالهم راه ما كينعسوش كينعسوا مع والديهم دابا راه خايفين تخوفات نقلناها الى احد الرقاة الشرعيين بمدينه اكادير والذي اكد في تصريحه ان الاصوات الغريبه لها تفسيرات عديده اول حاجه نحطوا الفرضيات اللي ممكن يكونوا تما انه يقدر يكون شي شي حيوان ولا شي حاجه هذه الفرضيه الاولى اللي حطوا الناس حطو اللي بعد واللي حطوا كاع المهتمين بهذا الموضوع هذا انا وليت كنستبعد هذه القضيه هذه النظريه علاش لان باش يبقى مخلوق تمايا واحد واحد 12 يوم دابا بدون اكل او شرب صعيبه ولا كان كيخرج ياكل ويشرب غيكون كيبان بمعنى اي مخلوق كياكل كي ويشرب غيكون كيبان هذه النظريه الاولى دونك هذه النظريه بالنسبه لنا حنا مستبعده جدا في هذا هذه يعني. النظريه الثانيه اللي مرجحه جدا هو انه يكون واحد نوع من هاد النوع من الجن تمايا هذا النوع كيتسمى العمار هما عمار البيوت اللي كي... اللي كيسكنوا البيوت هاد العمار هادو كيجيو كي بثلاثة ديال كيكونوا ثلاثة ديال الأنواع، إما كيكونوا بسبب سحر، واحد النوع ديال السحر سلط به شي ساحر هذاك النوع ديال الجن على على هذيك الدار، او لا كيكونوا أه عمر عادي ديك الدار ما مده طويله واستغلوها هما وسكنوا فيها او لا تيكونوا حراس ديال شي حاجه تما اما شي خزينه او لا اي حاجه تقدر تكون سحر كبير تمايا ولا شي حاجه وكيخزنوها أه غير الحاجه اللي بان وصلنا لها ان هذا النوع ديال الجن دابا ولاو كيديروا واحد واحد الاديه وحده من انواع الاديه اللي تيديروا هاد العمار اما انهم تيبقاو وتي... تيقرقبوا يعني تيطيحوا شي حوايج في الدار اولا انهم ممكن انهم تيسببوا في شي حرائق اولا شي حاجه او انهم كيصدروا شي اصوات قويه بحال هذه والدور ديالها او الغاية منها فقط التخويف لان ما يقدروا يديروا حتى حاجه اخرى الا انهم تيحاولوا يخوفوا هذوك ال... هذوك الناس آه بالنسبه للحل ل... الحل هو ان ديك الدار تستمر فيها الرقيه الشرعيه بشكل مكثف جدا تن الرقاط اللي كيمشيو تما انا تنصحهم انا ان شاء الله غادي نمشي كنصحهم انهم يقراو الرقيه الشرعيه بنيه الطرد وليس بنيه الجلب بنيه الطرد هذه ديما هذه ديما كنصحوا بها الرقاط من يكونوا في الرقيه الشرعيه اقراوا بنيه الطرد ما تقلبوش على العدو انه يبان قلبوا انه يمشي في انكم تطردوه <applause> ظاهره حيرت الساكنه ومعها السلطات المحليه والامنيه التي حلت بعين المكان من اجل التاكد من مصدر هذه الاصوات المفزعه في وقت يتقاطر فيه الرقاه على المنزل بغيه فك طلاسمها وطرد الجن منه حسب اعتقادهم